J'aime pas. بي دونك نبداو بالخبر الاول. غريب شويه الحقيقه, وانا اول واحد من الناس اول مره نسمعه في تونس, ما نعرفش كان صار قبل ولا. نحكيو على شركه النقل في بيجا بلا بنزين ولا حركه بين المدن تتوقف. معناها اليوم نحكيو نهار 19 ابريل الحركه بين المدن بين ولايه بيجا تتوقف. اما تم تامين بلوتو نقل التلامذة اكهاو, المواطن اللي ما عندوش كيفاش يتنقل خاطر شركه النقل بلاش بنزين. علاش بلاش بنزين؟ بسبب مشاكل في الميزانية في ظل عدم تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة بعد إعفاء المدير السابق. يا أخي ما عندهمش باش معناتها يشريوا ليسونس. ما تفهمش. غريبة. تعطل معناتها مستعطل. جوستومون. اليوم. دونك هذايا بيان سور على خلفية نفاذ المحروقات بشركة النقل البري. أول مرة نسمعها بالحق, راهي سابقة معناتها شركة نقل راه. شركة نقل هي ما يجيش معناتها ما فهمتش التزويد كيفاش يصير. بون شو في تونس ما عادش تستغرب حتى شيء. وي امين شنو نعلق ما فماش بنزين لا في شركة النقل مش مواطن نحكيوا دونك يدولي شنو معناها ما فماش في الكيوسك ما فماش شنو معناها لا ما ثم تزويد. الشركة عندها مشكلة في الميزانية في المحطة في المحطة الكبيرة. الشركة عندها مشكلة في الميزانية سيرتو بعد إعفاء المدير القديم اللي تو ما تمش تعويضه. دوكو ما مشاوش ولا ما تزودوش بال وين وزارة النقل في الحكاية هذه؟ ما نعرفش. هي معناها شركة معناها وطنية بالطبيعة. هي وين وزارة النقل؟ المتدخل يكون من وزاره النقل معناها باش تزويد الشركه هذه بالبنزين خاطر تصور انت عبيد. هما في ليسونس مو عندنا معناها تعطل الحركه نتاع جهه كامله على خاطر فماشي صوت المصالح خاطر الشركه داخله بعضها شويه وفماش مدير على راس الشركه ومازالت الميزانيه ماهيش واضحه في 2019 في وسط عام ما فهمتش معناها. ما عادش تستغرب ما عادش فما وقت اذا الشركه ما عندهاش كيرة كل مش مسؤول على راس الشركه وكل شيء يجي على راس المواطن. جوستومون والله هما عطيهم الصحة اللي أمنوا النقل التلامذة ومش عطيهم الصحة ياسر من خاطر واجبهم معناتها هذيك واجب الشركة سينو التلميذ اليوم كيفاش يمشي قادمين على باك سبور وحتى مش جماعة الباك هكاهو تلميذ من حقه يتنقل ويمشي يقرا وحتى المواطن من حقه زاده يلقى نقل ويمشي ويقضي شؤونه راهو بوغ موا هذايا من المضحكات المبكيت سامحني به. خلينا نمشيو للخبر اللي بعده. هما فيديو دارت برشا أثارت استياء التوانسة الكل بدون استثناء. نحكيه على طفل اللي تعرض للإساءة والاعتداء وشفناه هو قاعد يشرب الخمر في الفيديو. طفل صغير مع مجموعة ما نعرفش أمه مش أمه معناش التفاصيل. اليوم المتحدث الرسمي باسم حاكم مونستير والمهدية يأكد مثول المتهمين الأربعة اللي كانوا في الفيديو واللي سربوا الفيديو هذايا أمام قاضي تحقيق ابتدائية المستير وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنهم. والأهم من هذا اللي تم إيداع الطفل بجمعية تعنى بالطفولة تحت إشراف قاضي الأسرة كإجراء وقتي. هذا هو لازم ما نقولش برافو أنا على تطبيق القانون راه. لازم خاطر ياما تصور تسرب قبل عليه خاطر يلزمو يطبق القانون. أنا علاش حبيت نقوله الأخبار خاطر بالحق فيديو أثر فينا الكل. وفما تصاور قبل كانت تذكر عامل تالي عليه تصاور مش في فيديو انتشروا ولات ظاهره اللي هذا يهبط في اما ما سمعتش وقتها اللي هما تم ايداعهم بالسجن. دونك كي نسمع توا اللي تم ايداعهم اللي تم تطبيق القانون راهم الاخرين ما تعاقبوش ليه؟ شكون تمت معاقبتهم اللي هبني في الحكايه الكل انا خي سوبوا عباد بلا مخ معناها يصور ويهبط يا خويا كي صورت انت اي معناتها الجيستيون نتاع الريزو سوسيو في تونس لازمها مراجعه كبيره صحيح معناها تصور وتهبط متناول الجميع وبلاش كنترول وصغيرات معناها لازم صورت لازم يهبط زيد يهبط لا اسمع وما زعمنا احنا في الحكايه هذيك حتى لطف ساعات اكسيدون اي تلقاها عامل لايف ليه وشو معناها يهبطوا جثث على الفيسبوك؟ انا كونت لاحترام لحرمة ميت لحد شيء لعائلته صغيرات هكاك زاد يصوروا فيهم كيما اللي نتاع كارثة مصر اللي عملت سيلفي مع التران هذاك مثلا هذاك تحاسب راهو ولينا قدام الجامات ما عادش نشوفوا شيء شوف ثم اللي عملها اكسبري وزاد ثم راهو اللي عملها مش معناتها ماهوش واعي بالشيء بخطورة الشيء اللي يعمل فيه اي اكثريته ما نصورش واعيين بالخطورة خاطر كان جا واعي بالخطورة ما تصورش عملها وفما قانون راهو يحاسب على هذا كل على الجامات بيان سور لي باش كي تهبط لك التصويره نتاع جثه بيان سور تلاوج في النومبر دو فيو وتلاوج لك في لي جيم وبيان سور اللي انا كونتر معناتها فما معناتها اليوم نطيشوا حرمه الميت اكوتي ونمشي نلاوج في لي جيم الاحترام لا ليه لا لعائلته لا لحتى حد جوستومون لان كل جهه
جيم حطوها له بعقاب هنا عندي معمشي هذا مستغل طفل صغير معناه بريء طفل شفناه صغير على الاخر طفل معناه تتعم بيه كيكة برجولية مع القانون كما قلنا وما زاد مصاب القانون يتطبق في الحاجات هذه بصرامة معناه قد فما حاجات يلزمها يلزم في العقوب في العقوبات امين نجم يكون كلامك صحيح علاش خاطر في السلم تاع العقوبات ديما تلقى من الى اي ان شاء الله الى كيما نقولوا مثلا من عام حتى ثلاث سنين ان شاء الله الاخر هو ممكن اقصى عقوبه آه. ممكن تنجم ان شاء الله تطبق واحنا نطالبوا لكلنا باش تطبقينا معناتها الحل الحل هذوما سي بون باش يتعاقبوا من الحل في الجاي لازم يلقى معناتها حلول باش تولي معناتها اليوم لازم توعيه للناس باش ما عادش تستعمل الانترنت في حاجات سلبيه كيما هكا وتنجم تاثر على المجتمع وتاثر على الصغيره مازال ما تمش تجريم تاع المواقع الالكترونيه ثم فما قانون اكيد ثم قوانين اما باقي راهو مازلنا مانيش مواكبين العصر خاطر فما ديستاتور فيها مثلب ساعات ويتعدى ثم ساعات فما قانون ساعات قضايا ساعات معناتها شكايات بليتو خلينا مازلنا في ساعات شكايات الباحث الابتدائي يحير فيهم ما يلقى ما يعمل خاطر ثم ما يلقاش معناتها حاجه في القانون معناتها حتى التهمه شنية بالضبط ولا صحيح. ما يلقاهاش معناتها خاطر عندنا اليوم فراغ شفتي مثلا مروه يهبط واحد يهبط لك واحد ساعتها يبدا يسب فيك من ثلب ثلب على الاخر صارت علاش تصور صارت ليه وما تنجمش تعمل له شيء ليه تنجم فما قانون امين اي معناها ما ريتش ما سمعتش بحاله نتاع واحد تعاقب على ستاتيو مثلا صارت بين السياسيين دايوغ برشا مرات المس نتاع رئيس الجمهورية لا لا صارت أمينة ما بتدخل احنا مازال في عقليتنا ما دخلتش خاطر نحن مستسهلين برشا المواقع التواصل الاجتماعي في تونس نهبطوا على بعض ونكتبوا على بعض ماناش مقدرين معناها كل شيء ولا سهل في هبط اي تصويرة اكتب اي حاجة اعمل اي حاجة ولات سهلة برشا معناها باغ كونتخ الفيديو نجم تاع الطفل الصغير انا نقول فما خلينا نشوفوا الكيس المعبي من الحكاية بورتو انا ما فماش كيس معبي كان الراجل ولا المرأة اللي هبطت الفيديو ولا هبط الفيديو ما هبطش الفيديو وما شفناش شكون كان باش يشلق اللي فما طفل قاعد يتعرض للمعامله هذيك والاساءه هذيك ايش معناها راهو طلع ضحيه في المجتمع لا اكيد نعاقبوه اما فما كوتي الحقيقه اللي فضح روحه بروحه معناتها فوالا دونك هوني موجودين باش يساهموا معناتها ما تنجمش اليوم معناتها الريزو سوسيو والتكنولوجيا الانترنت بصفه عامه سلاح معناتها ذو حدين الاستعمال كيما نجم يكون سلبي كيما نجم يكون ايجابي جوستومون به خلينا نمشيو للخبر اللي بعده الخبر عجبني الحقيقه انا جاي مع الاخر خاطر مشكله ونحكيو عليها انا قديش في الاعلام نحكيو على منظومه السجون في تونس دونك اللي احنا هي قاعده تعاني من طاقه الاستيعاب وغيره ونسينا الاصلاح وهنا كان بالسجون وغيره دونك اليوم سيد وزير العدل سي كريم الجاموسي يصرح ويقول اللي نوقع العمل على إعادة هيكلة إدارة العامة للسجون في أفق سنة 2020 لتعزيز مستوى النجاعة وحسن الأداء وفتح الأفاق المهنية أمام منتسبيها. دونك خبر به ولا؟ أي خبر به. خاطرك حسيت قال لا الجملة تحسها فتح أفاق درس نوع واحد ومنتسبيها. هذاك كل الواحد هذاك كل الجمل يبهتوك مضخم نخاف منهم الجملة مضخم ليه نخاف منهم الجمل هذوما نخاف منهم يطبقوا الجمل فتح افاق امام منتسبيها وفي افق ورؤيه استشرافيه وكلمات هذوكم اللي ما يفهموهمش استراتيجيه مجلس وزاري مضيق معناتها نستناو منها اما نستناو حاجه هي ان شاء الله معناتها المنظومه نتاع السجون في تونس تتصلح خاطر سي تري امبورتون c'est très important et tu comptes zord sojourn ali ou تعرف الحاله غاديكا وتعرف اللي عبد ساعات يخرج على يدخل على غلطه بسيطه ما نحبش نقول غلطه بسيطه اي واحد دخل للسجن او مذنب ولازم يتحاسب اما يدخل على شهرين يخرج مجرم من غاديكا خاطر فما ظروف ملائمه كل شيء يخرج مجرم في عمل صحفي من بعد النهار هذاك قعدت شهر وانا ما معناتها بسبب خاطر اللي شفته معناتها في حاجه ما نور العقل لا شفنا ما اللي فاتك الاختلاط وما صعيبه ياسر معناتها وشفنا الوثائقي مش تسربات معناتها كيفاش السهوات الموجوده في السجن اللي راه كل شيء متوفر في السجن اي كل شيء متوفر عليه ايوه لا وشفنا حتى المعرفات الوثائقي ديما نرجع نتاع السويد
شفنا لا شفنا الوضعية علاش ديما من علاش ديما في المقارنة نضحكونا علاش ما نقارنوش في الحاجات الباهية علاش ديما نقارنو كان بالحاجات الخايب نقارنو في الحاجات اللي نحنا عندنا منها خير هاو يا خويا نقارنو في اللي هما خير من خويا ناخذوهم دي زيكزامبل هذوك معناها صحيح ما نجموش نوصلوا في بين عشية وضحاها مي نبداو نطوروا نبداو نحسنوا ثم امكانيه ثم فما الامكانيه موجوده راه كل شيء ابدا حتى ب 10% توجي نهار توصل 100% نحن مشكلتنا نحبوا كن فيكون نحبوا اليوم هاي باش نصلحوا المنظومه السياسيه جنة في الله صحيح هذيك المشكل بتاع نحن في تونس اي مثلا في الكوره باش نحسنوا التيرانات اي يلزم غدوه التيرانات لا مش غدوه التيرانات الكل تصبح لبيت نبداو بالتيران بالتيران صحيح نبداو بشوي بشوي تو صحيح كلها بدات هكا مثلا بشويه فماش دوله فماش دوله تقدمت ولا صار لها تقدم وحسنت البنيه التحتيه نتاعها بين عشيه وضحاها خلينا بشوي بشوي مش كن فيكون نحن كنبداو هكا تو 2060 ما يساش خل تحضر 2060 المهم ابدا المهم تحضر يعني. مش نقعدوا هكا معناتها نمشيو نوخروا به احنا مكملين في الاخبار والاكشاليتي اما تو سويت خلينا نمشيو للبوب وراجعين تجدد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون 2019 آخر الابتكارات بجودة عالية وأسعار مدروسة أكثر من 120 عارض في انتظاركم من 12 ل 21 أفريل بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء أيها السادة والسيدات قوي في الراديو واسمعوا البرومو توا مع أورانج المساند الرسمي لكأس إفريقيا للأمم توتال 2019 شارجي 5 دينارات أو أكثر في تليفونك واضغط على نجمة 250 دياز باش تدخل في القرعة وتكون من الرابحين الأقوى رحلة لمصر باش تحضر في ماتش تونس الكوب دافريك مع إقامة خامات ودخول في آي بي للماتشوات مع أورانج رابح رابح لعبة غير ملزمة للشراء معاك في اللي تحبه أورانج جيم جيمبا رجعنا لكم دونك في تانكيلا مازالنا مكملين في اخبارنا 35 دقيقه الاخبار هذايا دار برشا في الفيسبوك وانا متاكده فما برشا عباد ماهمش فاهمينه على خاطر كي تقرا لي كومونتير تحس اللي العباد ماهمش فاهمينه فما حتى تعليقات من القضاة من بعد نحكيو عليهم نحكيو على ترفيه في المنحه الماليه للعمل البرلماني مش للنواب معناتها للموظفين اللي يخدموا في البرلمان دونك هذايا بعد احتجاجات كنا شفنا وقتها في جلسه الشهر عندهم برشا مطالب شغليه ومهنيه دونك هم وقتها يستناو في الحكايه هذه في الرائد الرسمي انه معناتها الصدور نتاع الاتفاقيه اللي نتاع الزياده معناتها في المنح مبروك عليهم وانا مع اي موظف معناتها مادام الحكومه المشيره قاعده تزيد مادام زاد الموظفين قلت لكم شقد يزيد والموظفين قداش زادوهم ان شاء الله حتى 5000 هما نقصوا 20% زاد اي زادوهم من في المنح من 140 ل 150 دينار مفعول رجعي اي بالمفعول الرجعي من وقتاش؟ من جانفي مفعول رجعي جوستومون ابتداء من اول جانفي من اول جانفي يرجع اي فوالا دونك من جانفي ياخذ المنح نتاعو شوف هما العباد شفتهم ياسر ما عجبتهمش الاخبار وبارتاجيو وحتى قلت لك القضاة علقوا قال المنح اللي تمتعوا بها الموظفين في البرلمان ما تمتعوش بها القضاة خاطر شفنا زاد وقف احتجاجيه للقضاة نواب هذوما جوستومون يظهر لي في بالهم نواب وقال ما تمتعوش بها حتى لي ستوديون جامعيين معناها الوغ هما ابارامون في بالهم النواب مش نواب راهو الموظف البسيط اللي في يخدموا في المجلس ما يخدم في المجلس معناتها من حقه يتزايد اكثر عباد تستاهل تزايد في المجلس هما هذوك كل يوم يحضروا هذوك ما يغيبوش هذوك موموا كل يوم موجودين جوستومون اكثر عباد تحضر في المجلس هذوك انا نفرح لهم العباد هذوما كي تتزاد هذوما العباد اللي يسحقوا الزياده هذوما العباد اللي تعني لهم زياده الخبز وزياده ليسانس وزياده المواد الاساسيه هذوما اللي ياخذ لك في شهريه على قدها ويفرح بالزياده بالرسمة أنا تفجعت في بالي النواب زادو لا 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 عاد كان زيدو النواب البارح زوزي اللي شفناهم في المجلس معناها كان يزيدوهم وهم يحضروا عاد على الدنيا السالي به الاخبار الاخرين انا ترددت برشا قبل ما نقول وحط عليه وحتى الشله قاعدين نحكيو فيها ما كمان ما عادش نحبوا اخبار زاده يتعادى مرور الكرام كما الاخبار الكل على خاطر مش نتاعنا ما نحبوش نستنسوا بهم معناها الاخبار هذوما ما لازم نقول ونحب نترحم على المواطن اللي تم قتله اليوم في ولايه قفصه من قبل اونتر جيمي انا حقيقه ما نحبش نحكي عليهم برشا جمله في الراديو داعش دونك الله يرحمه غدره اخرى الله يرحمه نعم ضحيه من ضحايا الارهاب والارهاب معناتها اليوم
ماشي ويتنحى من بلادنا معناتها برشا نجاحات أمنية برشا معناتها عمليات أمنية استباقية معناتها وقع القضاء فيهم على جرذان وممكن اليوم الشهيد شهيد الوطن الضحية الراعي ذا ينضاف القائمة طويلة وعريضة متاع شهداء في تونس ترحموا عليهم الكل ربي يرحمهم وينعمهم لكن لكن العملية الجبانة هذه اللي عملوها راي حتى شيء قدام النجاحات متاع القوات الأمنية متاعنا وتنجم كانت تزيد معناتها عزم وقوة لاجتثاث المرض الخبيث ذا الموجود مع العلم الجمعة ذا تم القضاء على 10 إرهابيين معناتها قاعدين نقضيوا عليهم وإن شاء الله يخرج آخر إرهابي من تونس خيطخي بيانتو ومعاش شوفوهم الجردين ذو معايشين ومعنا أمين الله يرحمه وينعم به.